قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عاد إلى واقعه. لماذا عاد إلى واقعه؟ وما خرج عن واقعه، هو ما خرج، هو في ترابط، ما خرج عن واقعه. واقع الواقع الذي أنت تعيش فيه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء مهطعين. كيف يعني مهطعين؟ مسرعين إليك بأي شيء، بالعداء، وشاخص أبصارهم إليك، يبادرونك بالمعاداة والسخرية والاستهزاء. سؤال، عاد يهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد كل هذا ما يهطعون ولا يفعلوا ما يفعلون؟ لو تكالبت عليه الأمم، وقد تكالبت الأحزاب، يوم الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. شوف الفرق بين الهلوع وبين بين النفس اللي رباها القرآن. مسلمون يوم أن رأوا الأحزاب في غزوة الأحزاب، منظر بلغت القرآن وصف، قال بلغت القلوب الحناجر من الخوف. الخوف اللي أصاب من؟ أصاب هؤلاء الكفار والمؤمن. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، بينما المؤمن لما يجزع ماذا يقول؟ هذا اللي يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، هذا اللي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصر والتمكين. من بعض المسلمين للأسف اليوم يقول نفس الكلام، وهذا الذي قلناه قبل قليل، إنسان ما ملتزم يلتزم فيقول هذا اللي وعدني الله، تكدرت علي حياتي وتعسرت علي أموري وضاقت علي عيشتي، الجزع رباه القرآن. طيب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاص، أحداث الحياة واقع، أقدار، تعامل معها بإيجابية بتفاؤل. الإنسان القرآن يربي نفوسا متفائلة غير جزوعة قادرة على العطاء والتفاؤل. الإنسان لما يكون متفائل غير قادر على العطاء. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. لماذا عزين؟ متفرقين، أمم متفرقة تفرقت، ماذا تقول عنك؟ اللي يقول كافر، واللي يقول كاهن، واللي يقول أساطير الأولين، ويقولون صبأ، واللي يقول مجنون، واللي يقول ساحر. واليوم هذا فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعددت الأقوال والكفر واحد. اليوم الإسلام ما هو الإسلام؟ ناس تقول تخلف، وناس تقول رجعية، وناس تقول إرهاب، وناس تقول، تعددت الأقوال. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. لماذا جاء بالشمال واليمين هنا؟ أنت محاط بهؤلاء، أنت في بيئة مليئة بالبغض والكره والحقد والحسد والتحديات، ماذا ستفعل فيها؟ ماذا ستفعل؟ كيف ستواجهها؟ كل الآيات اللي جاءت قبل ذلك هي أساليب المواجهة مع هذه البيئة الفاسدة. أيطمع كل امرئ منهما يدخل جنة نعيم؟ في استنكار وتوبيخ، لا يكون حسبالكم راح تدخلون جنات النعيم بما أوتيتم من قوة وسلطة وجاه وعزوة. عزين من كلمة عزوة، قريش وصناديد قريش كانت العزوة عندها شيء، عصبية، فكانوا يعتزون بعزوتهم وعشيرتهم وأهلهم. واحد يساند الآخر ويتحالف معه ضد هذا الدين العظيم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. لماذا جاء على أصل الخلقة هنا؟ حتى يكسر حاجز التكبر والعجب في نفس الإنسان. أنت خلقت من أي شيء حتى تتكبر ولا تشوف نفسك شوفة؟ مما يعلمون، من ماء مهين، فسرته الآيات الأخرى في سورة، في سور أخرى، قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، نفى القسم. والقرآن يقول في سور أخرى رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين والمغربين، ورب المشارق والمغارب. الشمس لها مشرق واحد، في سياق الآية تشرق من مكان إذا تكلم عن مكان واحد، ولكن لما نتكلم عن أكثر من ذلك لها مشارق، تشرق هنا في وقت، تشرق في الجنوب في وقت، تشرق في الغرب في وقت. قادرون، ليست المسألة مسألة أن يقسم أو لا يقسم، وما أقسم، نفى القسم هنا. والقرآن لما ينفي يعني نفي القسم،
القضية لا يحتاج لها قسم، قضية محسومة. ما هي القضية المحسومة؟ إنا لقادرون، قدرة الله عز وجل التي لا يقف أمامها شيء. فالله سبحانه وتعالى حين نفى القسم هنا أو الحاجة إلى القسم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أراد عز وجل وتدبروا في الربط رب المشارق والمغارب مع ما ذكره عن اليمين وعن الشمال ليؤكد سبحانه أن قدرته المطلقة لا يحدها مكان ولا زمان ولا اتجاه، أحاط بكل شيء، قادر على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لو أن الله سبحانه أراد أن يبدل هؤلاء القوم من الكفار بالمؤمنين ويجعلهم على دين وشريعة واحدة لفعل، ولكن اقتضت مشيئته عز وجل أن يجعل لهم الاختيار، فالأمر إليه، قادر على أن يبدل خيرا منهم ولا أحد يسبق، لأنه لا ما حد خلق حتى يسبق سبحانه، قدرة مطلقة. لماذا الكلام عن القدرة في هذا الموضع بالذات في أواخر السورة؟ لأنه سياق الآيات لو تذكرون لما قلنا سأل سائل بعذاب واقع وذكر في أسباب النزول أن بعض هؤلاء المشركين جاءوا يدعون على أنفسهم يقولون يا محمد قل لربك إن كان هناك رب أن ينزل علينا العذاب الآن، يريدوا الآن. ونحن ذكرنا تدبروا في الكلمة في الرد وما نحن بمسبوقين، الله لا يعجل على عباده، لأن من الذي يعجل؟ الذي يخشى الفوت، والله سبحانه سابق الفوت ما يعجل، ولذلك قال وما نحن بمسبوقين، راح ينزل العذاب ولكن ليس في الوقت الذي سيحدده هؤلاء الكفار، وإنما في الوقت الذي تحدده حكمته وقدرته ومشيئته، هو قادر في أي وقت. يعني بمعنى آخر ولله المثل الأعلى، نحن البشر فيما بيننا نستفز بعضنا البعض، فأنت لما تستفز واحد تخليه ممكن يتصرف بشيء ما كان يريد يتصرف به في ذاك الوقت. الله جل شأنه له المثل الأعلى، لا يستجب لهؤلاء فينزل العذاب في الوقت الذي يحدده. والحل قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا، تركهم في الدنيا. والذر هنا ليس مجرد ترك، للقرآن يستعمل مفردات هذه، الذر ذرهم مو فقط ترك، مع الإهمال كأسلوب من أساليب النفسية في مواجهة هؤلاء. وانت تدبر في حياتك، الشخص اللي ذكرناه أو المثال اللي ذكرناه، شخص يسوق لك أو يرمي عليك الكلمات، كل كلمة مثل الجبل، جرب أن تهمله كأنك ما سمعت، إهمالك له يقتله. والقرآن ماذا يستعمل لها اللفظة؟ قال فذرهم، اهملهم لكأنهم إذا يتكلمون. ماذا سيفعلون لما انتذرهم؟ قال يخوضوا ويلعبوا. تدبروا كيف القرآن يصف حال الإنسان الكافر المكذب بيوم الدين. الخوض من الكلمة نفسها الحسية، لما نحن نقول خاض في الماء يعني وصل الماء إلى أجزاء من قدمه ومن رجله، لأن خاض فيه، خاض دخل فيه. يخوضوا ويلعبوا، كل أفعال هؤلاء الذين لا يصدقون بيوم الدين لا تخرج عن الخوض واللعب الذي لا هدف من ورائه ولا قصد. قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لماذا القرآن جاء بالخوض واللعب هنا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون؟ ويبقى السؤال، هل الخوض واللعب فقط للكفار الذين يكذبون بيوم الدين؟ القرآن لا يتكلم فقط عن أشخاص ولا عن أناس ولا عن فئات، يتكلم عن فعل. بعض الناس من المسلمين حياته كلها خوض ولعب، هذا ماذا تسمي؟ يقتل الوقت قتلا وكأنه ليس وراء لا يوم قيامة ولا حساب ولا كتاب. طيب والمؤمن، المؤمن عنده وقت للخوض واللعب؟
المؤمن مو كل حياته على فكرة حتى لا يساء الفهم جد ومكشر ووجهه معبس وأبدا. القرآن لا يطلب منك هذا ولا يطلب منه. أصل القرآن جعل تبسمك صدقة. أنت إذا تبسمت في وجه أخيك جعل صدقة. إذا لماذا القرآن يطلب الجدية اللي تكلم عنها في الأعمال اللي سبقت هذا؟ المؤمن منشغل. منشغل أمانة يرعاها، حقا يوفيه، عهدا يفي به، أمانة يقوم بها، شهادة يقوم بها، حقا ينصره، باطلا يكذبه، منكرا ينكره، معروفا يعرفه، وينشره بين الناس عند وقت للخوض واللعب. في إشكالية خطيرة في حياة كثير من المسلمين اليوم أنه طغى عليها الخوض واللعب. على فكرة كلمة الخوض كلمة جامعة حسية ومعنوية. الخوض معناه واحدة من معاني القصد منه أن الإنسان يمتلئ من الشيء، يجعل الشيء يمتلئ تماما ممتلك عليه، ملئ عليه حياته واهتماماته. انظر فيما تخوض فيه. في بعض الناس ملأ حياته بالكلام عن الناس وماذا فعلوا وماذا سووا وماذا اشتروا وماذا، وأعراض الناس ولا عياذ بالله. خوض ويخوض مع الخائضين، هذا شغل الشاغل. على فكرة في ناس لا يعيش حياته، يعيش حياة غيره. ماذا اشترى وماذا فعل وماذا سوى، فلان سافر وفلان جاء وفلان أعطى وفلان أخذ، وفقط يخوض مع الخائض. حين تصبح الحياة شعارها الخوض واللعب، هذه حياة تافهة، هذه ليست حياة من يدرك ويؤمن ويصدق بيوم الدين. لا، طب وحياة يصدق بيوم الدين؟ حياة من يصدق بيوم الدين حياة لا تكاد أن تجد فيها دقيقة من فراغ، يملأها بالخير والعمل الصالح. لماذا؟ قال يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لماذا القرآن رأسا يعطيني كل هذه الكلمات واحدة بعد الأخرى؟ القرآن حتى لمن يصور لي خروج الناس إلى البعث صور في مرحلة السرعة الشديدة. لماذا جاء بقضية السرعة هنا؟ ليؤكد على القضية الأولى، ما ليلاقوا يومهم الذي يوعدون. حياتك تمضي بسرعة، سارع بالعمل الصالح وبادر بها. ولذلك ماذا قال؟ قال يوم يخرجون من الأجداث. الأجداث هي القبور، والقرآن يستعمل لفظة القبر والجدث، ولكن إذا استعمل لفظة الجدث أراد بها السرعة، أراد بها الحركة، لأن الجدث من جدثة بالتاء المربوطة، صوت الحافر الإبل والأنعام لما تمشي بسرعة تحدث صوتا، هذا الصوت يطلق عليه الجدثة. فالناس من شدة سرعتهم في الخروج من قبورهم يوم القيامة، قال سراعا، وصفها ما ليست بالقبور، وصفها بالأجداث. بينما لما القبر نفسه يكون ساكن في مرحلة السكون يقول قبر، لا تقم على قبر. لماذا لا تقم على قبره؟ لأنه ساكن ما في حركة. لكن في حالة البعث أو في يوم البعث كلها ستفتح سراع، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يهربون ويوفضون. ممكن يكون إلى الأنصاب، النصب التي كانوا ينصبونها عند الكعبة من أصنامهم أقرب إلى حالهم، ولكن الكلام عن كل الناس نصب علامات، يذهبون إلى هنا وإلى هناك، إلى ما عاشوا عليه وماتوا عليه، إلى ما نصبوه في حياتهم وانتصبوا إليه. هذه حال الإنسان. القرآن سرعة في التصوير يعطيني في الصور. لماذا هذه السرعة؟ لأجل أن يبين حقيقة، حياتنا ستمر بأسرع ما تتخيل، أسرع مما تتخيل. سيمر الشريط أمام عينيك. طب إذا هي سريعة، ما المطلوب منك؟
أن تستثمر كل ثانية فيها، كل ثانية فيها استثمرها، كل دقيقة فيها استثمرها، لا تجعل دقيقة منها تمر، لأنك أنت أحوج ما تكون إلى كل دقيقة فيها. انظر إلى طلبة أيام الامتحانات، زمن الامتحان محدد، المجتهد يستثمر كل دقيقة فيها، والمهمل إلى أن يقارب الوقت على الانتهاء ويريد وقتا إضافيا. القرآن يقدم هذه الحقائق، يوفض الناس إلى تلك النصب يوم القيامة. لماذا؟ يسرعون كل شيء بسرعة يتم، ولكن في أي حالة؟ قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تصوير عميق، القرآن يصور لي الحالة النفسية على الوجه، أبصار خاشعة. طيب والمؤمنون وصفها في سور أخرى، الوجوه الناظرة، الوجوه المستبشرة، الوجوه اللي تعرف تؤمن بيوم البعث، عاشت حياتها كلها لأجل يوم البعث، مو بغريب عليها، فيوم اللي ترى تقر أعينها به، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والأبصار هؤلاء قال خاشعة ترهقهم ذلة، حالة نفسية صعبة. لماذا قال عن الذلة؟ لأنهم عاشوا في حياتهم يعتقدون أنهم يذلون المسلمين وأنهم يذلون المؤمنين بعنادهم وكفرهم وجحودهم واستعلائهم على هؤلاء المؤمنين. قال ترهاقهم ذلة، قال ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تدبروا في الربط، سأل سائل بعذاب واقع، نهايتها ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا هو اليوم، واقع واقع. كفر الإنسان أو تكذيب به أو استبعاد له لن يغير من حقيقته. اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين حتى، يكره الموت ويخاف الموت، ولكن هل هذه الكراهية أو الخوف ستباعد وتحول بين وبين الموت؟ أبدا. تؤخر ساعة تقدم ساعة؟ أبدا. لماذا إذن الخوف هنا؟ القرآن يريدك كما قال القرآن في وصف هؤلاء من عذاب ربهم مشفقون، أن يكون في قلبك إشفاق يقودك إلى الالتزام بما أمر الله والوقوف عندما نهى عنه، يحقق في واقعك وليس بعيدا عن ذلك الواقع. سورة المعارج سورة تقف بالإنسان على المعاني الحقيقية التي قد تغيب عنه وهو يشتغل ويخوض ويلعب مع اللاعبين. تريد عقولا أن تصنع نفوسا وعقولا تدرك قيمة الوقت وقيمة الجهد وقيمة النفس. لا تبدد الوقت والطاقات. على فكرة إحنا اليوم في كثير من مجتمعاتنا المسلمة طاقات مهدرة، الوقت الذي يهدر هكذا بلا حساب ولا كتاب. سورة المعارج تقف بالإنسان عند ذلك الوقت، عند ذلك اليوم، وتجعل تقدير الزمن له قيمة وله معنى. الـ24 ساعة لها معنى، الوقت له قيمة، الإجازة، الأيام سواء كانت إجازة ولا مو إجازة لها قيمة. بعض المسلمين على سبيل المثال أيام الإجازات وأيام العطل كأنه يريد يقتلها، يحرص كل الحرص على قتلها قتلا. يا عدو لك، هي وسيلة بين يديك مكنك الله فيها، أحسن وفادتها، أكرمها بالعمل الصالح الطيب. هذا ما جاءت به سورة المعارج العظيمة التي جاء بعدها سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ربي ما ترك الناس بدون إنذار، والقرآن كله بشائر وإنذارات. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يعي الإنسان هذه الحقائق. ليس هناك سر مكتوم، كل ما يحدث يوم القيامة أمام عينيك بالصوت والصورة. كيف بالصوت؟ لأن المفردات اللي مستعملة في الألفاظ القرآنية تحمل معها هذه الصورة النفسية، وتعيشك في الجو، تخليك تعيش جو يوم القيامة والناس يفرون من أخيه وأبيه وأصحابه والدنيا وأنا أعرفك وأنا لا، عيشتنا الجو
طب أنا عشت الجو، ماذا بعد أن عشت الجو؟ أمامك الدنيا فافعل، استقي من الخيرات، لا تترك موقفا من المواقف يمكن أن يشهد لك إلا وتجعله يشهد لك. حتى الأماكن تشهد، حتى الصور، كل شيء يشهد، كل شيء يشهد. فقم بالشهادة على وجهه وعلى الوجه الذي أراد الله ليشهد لك كل شيء شهدته في الدنيا يوم القيامة. ها حتى الأشياء التي نراها ساكتة وصماء لا تنطق تشهد، تكلمت حق ولا تكلمت باطل، حتى الجوارح تشهد. فماذا أشهدها؟ أشهدها من نفسك خيرا، الشهادة سماع وبصر وكلام، أشهدها من نفسك خيرا حتى تشهد لك بالخير.